ثم قال جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. سأصرف عن آياتي، لا يستفيدون منها ولا ينتفعون ولا تؤثر فيهم حتى يلاقوا الله تبارك وتعالى فيعذبهم الله تبارك وتعالى. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنون وإن تدعوا من فلن يهتدوا إذن. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. هكذا كانوا. فالله تبارك وتعالى يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. الذين يتكبرون الأرض لا يستفيدون من آياتي، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم سبحانه وتعالى. نعم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض، والكبر لا يحبه الله تبارك وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ذرة من كبر لا يدخل الجنة حتى يصفى، يؤدب، يعذب على هذا الكبر، أو يطهر من هذا الكبر ثم ذاك يدخل. لا يدخل الجنة وفيه كبر أبدا، لأن الجنة ليست دار المتكبرين. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، أي كبرا والعياذ بالله. نعم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. من الذي يتكبر بحق؟ الله جل وعلا هو الحقيق بأن يتكبر، ولذا من أسمائه المتكبر سبحانه. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، لأن له الحق أن يتكبر جل وعلا، لأنه يفعل ما يريد، وهو العزيز وهو الغني وهو العظيم وهو القوي سبحانه. لكن أنت تتكبر على ماذا؟ ابن آدم يتكبر على ماذا؟ حتى قال قائلهم عن الإنسان: أولك نطفة نذرة، آخرك جيفة قذرة، وأنت الآن في جسمك تحمل العذرة. تتكبر على ماذا؟ تؤذيك بقة، تقتلك شرقة، تتكبر على ماذا؟ خرجت من مخرج البول مرتين، تتكبر على ماذا؟ خرجت من مخرج البول من أبيك وخرجت من مخرج البول من أمك، تتكبر على ماذا؟ لكن عندما يتكبر الله هو الكبير سبحانه وتعالى، وله الكبرياء. ولذا قال سبحانه وتعالى: العزة إزاري والكبرياء ردائي، من نازعني شيئا من ذلك أدخلته النار. فالله تبارك وتعالى هو المتكبر. ولذا قال سبحانه وتعالى: الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ثم بيّن حالهم، قال: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، لا يؤمنون بآيات الله تبارك وتعالى، تكبرون عنها ولا يؤمنون بآيات الله تبارك وتعالى. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، والرشد فيها قراءتان: الرشد والرشد. لا يتخذوا سبيلا، لا يقبلون سبيل الرشد، بل يريدون سبيل الغي، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيل، أي طريقة. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هذا السبب، السبب الذي لأجله فعل الله بهم ذلك، صدهم عن الفهم، صدهم عن الاتباع، لأنهم هم الذين زاغوا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ومعنى غافل أي متغافلين، غافلين عمدا، لا يريدون أن يستجيبوا لله تبارك وتعالى.